وبما ان احنا اتكلمنا عن الفوازير، احنا معانا النهارده فزوره. انت عارف الاجابه بالمناسبه؟ انا عرفت الاجابه بس عايزين بقى ساده وشادين اللي يقولوها. بص بقى الفزوره بتاعت النهارده، فزورتنا كالاتي. ابعتوا لنا، عندنا لسه وقت لنهايه الحلقه، واللي هيفوز، بص هو مش اكيد لسه هيكون في جايزه ولا لا، بس ان شاء الله هنحاول ان يبقى في جايزه. الفزوره كالاتي: شجره فيها 12 فرع، كل فرع 30 ورقه، نصها ابيض ونصها اسود، تبقى ايه؟ لو فكرتوا فيها على فكره الاجابه سهله جدا، يعني الاجابه بتاعت الفزوره سهله جدا. انت بس هي تبان انا ما عرفتهاش في الاول، انا خدت لي بتاع دقيقه افكر كده بس جبتها. بس هي حلوه بامانه، هي حلوه فيها فكره، اول مره اسمعها الحقيقه. وكمان خلي بالكم دي بتدي يعني روح كويسه، بتشاركونا يعني على السوشيال ميديا بالظبط، يعني هنبقى اكيد حاجه تسعدنا لما حد يخش يقول الاجابه الصحيحه. وكمان خلينا اقول انه رمضان حتى في العادي في الاجواء بتلاقي، حتى على الفطار حتى على السحور بتلاقي يعني دايما بيكون في حوار ما بين الاهل، ممكن يبقى في فوازير، ممكن يكون في نكت، يعني يمكن مع سرعه الحياه دي، بس لما الاسره بتتجمع الروح دي بترجع تاني.